بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ على بركة الله الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي الأوتوماتيك كنترول. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. في هذا الشابتر سنبدأ في هذه الشريحة بالـ Stability Analysis Stability Conditions Using Rolling Ball أو الكرة المتدحرجة. هنا we have three cases. في الحالة الأولى لنا الكرة، فرضا we have a roll like this in this position. إذا أعطينا حركة لهذه الكرة يمين أو شمال، فهذه الكرة ستتحرك أو ستتأرجح نوعا ما وتستقر في مكانها. وهنا with no energy dissipation the ball would roll back and forth forever and exhibit natural stability. أو العكس، يعني إذا فرضا أنه في البداية كانت الكرة هنا، لو أعطيناها قوة، سلطنا عليها قوة في هذا الاتجاه أو في الاتجاه أو في الناحية الثانية، تكون مثلا الكرة في الحالة الأولى هنا، نعطيها مثلا حركة في هذا الاتجاه، فنفس الشيء، فستتحرك هذه الكرة أو the rolling ball ستتحرك في هذا الاتجاه ثم تتأرجح وتستقر نفس الشيء في نفس المكان. فهذا البوزيشن يعني هو مكان يعني استقرار أو استقرار دائم. في الحالة الثانية in this case فرضا عندي الكرة مثلا المتدحرجة أو الكرة في هذا البوزيشن، ونعطيه قوة يمين، نسلط عليه قوة يمين أو على الشمال. وهنا هذه الكرة أو this rolling ball يعني ستغادر this position with no back، يعني with no energy dissipation the ball would not roll back and forth forever and exhibit instability. يعني هذا position يعتبر يعني مكان أو مكان اللا استقرار، يعني إذا حركنا هذا الرول سيتحرك بدون القدرة على الرجوع إلى المكان الذي كان فيه منذ البداية. في الحالة الثالثة فرضا أنه عندنا هذا المنبسط وعندي the rule it's like this، إذا حركناه في اتجاه معين سيعني سيبذل جهد، أو هذه الكرة يعني ستبذل جهد حركة وتنتقل إلى مكان ثاني وتستقر في المكان الثاني، أو العكس إذا حركناه في هذا الاتجاه ستنتقل على الشمال وتستقر في مكان غير هذا المكان. So the ball neither moves away nor returns to its equilibrium position. The flat portion represents a neutrally stable region. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يمكن أن نعرف نظريا استقرار النظام، استقرار نظام معين. هنا نتكلم على البولز of the system. قلنا في الشابتر الثالث والرابع كنا تحدثنا على البولز. إذا كان عندي نظام عنده transfer function g of s تساوي numerator n of s على denominator d of s، كنا تكلمنا على الكاركتريستيك إكويشن، وهي بكل بساطة هي الـ D of S equal to 0. بعدما ننجز الـ D of S equal to 0 سنتحصل على جذور معينة S1 for example S2 إلى آخره إلى Sn. هذه الجذور لها يعني location معين، ممكن هذه الجذور تكون كلها في الجانب الأيسر من 2D plane dimension، أو ممكن أن تكون على الواي أكسس، أو ممكن تكون على الرايت سايد. هنا سنعرف منطقتين RHS و LHS. هذا الـ RHS هو right hand side وهذا the left hand side. فإذا كانت كل الجذور يعني موجودة على اليسار أو in the left hand side النظام يكون مستقر، أو إذا كانت هذه الجذور كلها على اليمين فالنظام يصبح غير مستقر، ويكفي أن يكون جذر واحد فقط for example S1 موجود على اليمين وباقي الجذور S2, S3 إلى Sn موجودة على اليسار، السيستم يعتبر غير مستقر. وهنا يعني عندي هذه في الحالة الأولى فرضا عندي نظام له جذرين two poles، البول الأول والبول الثاني،
كل الجذرين موجودة على يمين على المنطقة اليمينية أو in the right height center، فالنظام يكون غير مستقر، وهذا يعني تمثيل له بالresponse، يعني response it diverges، يعني it's infinity value it's not known. نفس الشيء في الحالة الثانية، فرضا أنه عندي نظام له جذرين two poles S1 and S2 وكلها على يمين الإيماجينري أكسس. هذا الجذر له real part وله imaginary part. نفس الشيء هذا الجذر الثاني له real part وimaginary part. هذا الجذرين هذين الجذرين الاثنين على موجودين على الرايت هايت سن، وبالتالي يعني استجابة النظام ستكون في هذا الشكل وهي غير مستقرة. هنا ممكن أن نعرف النظام يعني استقرار النظام بطريقة يعني أخرى. إذا كان عندي نظام معين عنده input وعنده output، ونكون قد سلطنا disturbance على هذا النظام أو تشويش على هذا النظام، النظام المستقر هو النظام الذي يتفاعل بعد ما سلطنا عليه هذا الديستربنس أو هذا التشويش ثم يستقر في مكانه. أما النظام اللا مستقر أو الغير المستقر هو النظام الذي يتأثر بالديستربنس ويعني لا يستقر بعد أن نسلط عليه هذه الديستربنس، ويكون يعني its response يعني like this for example or like this or any response. Any divergent response. Thank you.